ويحضر معنا في الاستوديو الدكتور رئيس قسم بمستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا رفيقة بوجدارية. سيدي الكريم، أهلا بكم، وكيف ترون تعامل الإطارات الطبية مع الوضع الوبائي في تونس؟ شكرا، بارك الله فيك. هو الحقيقة منذ شهرين ونص من اللي احنا في تونس عايشين على وقع الوباء العالمي، الإطارات الصحية من أطباء وممرضين كسبنا معرفة بالمرض هذا، وكذلك المعرفة خلتنا نتجاوز حاجز الخوف، لأن الخوف هو طبيعة إنسانية. اليوم التعامل متاع الإطارات الصحية في مختلف المستشفيات ومختلف الخطوط هي ناس تخدم من أجل محاصرة هالوباء ومن أجل الإحاطة الصحية لكل مريض يتقدم لها. أنا نقول في النقطة هذه، معناها بسرعة، كونه إذا كان الضوء اليوم مسلط على المستشفيات العمومية وخاصة المستشفيات الكبرى، منها تعرفوا أنتم لمستشفى عبد الرحمن مامي هو مستشفى مخصص لمرضى الكوفيد. ما يلزمش نتغافلوا على الخط الأول للقطاع الصحي في تونس، وأعني بذلك المستوصفات والمستشفيات المحلية، وين فيهم نساء ورجال أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات قاعدين يخدموا، واللي هم يقدموا في خدمات كبيرة، وأنا نحب نحييهم. علاش؟ لأنه كما قلت لك الضوء مسلط على المستشفيات، احنا نخدموا وذاك واجبنا، ولكن زاد يلزم الخط الأول اليوم ياخذ حقه من الدعم المعنوي وكذلك من الدعم المادي اللي قاعد مسلط على المستشفيات الكبرى. علاش؟ لأنه اليوم لقينهم هم قاعدين يقوموا بالعيادات خاتية الكوفيد، ولكن غدوة كان نخرجوا من الحجر الصحي أكيد الناس مش تخرج ترجع للمنظومة الصحية، وأول باب يعرضها في الحي متاعها هو باب المستوصف ولا باب المستشفى المحلي، وذاك علاش نحب نحييهم بحرارة. نعم، كيف يمكن تقييم فاعلية الحجر الصحي المطبق في تونس من خلال مسار الوضع الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين؟ شوف، احنا في تونس من الأول من اللي بدينا رانا خذينا الاستراتيجية مبنية على الوقاية والتوقي. والاستراتيجية دي أدت إلى نتائج نجم نقول عليها اللي هي نتائج باهية. علاش؟ من غير ما ندخل في تفاصيل، معناها متاع بروجيكسيون متاع 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 حسابات وماتيماتيك، نجم نحسبوها على ثلاث حوايج: على عدد المصابين وخاصة عدد الحالات الجديدة. شوفوا عدد الحالات الجديدة، ما اللي كنا في 50 و 55 أول الشهر، اليوم نهار 14 البارحة عفوا 21 حالة، والحالة الحجم هذا متاع الحالات قاعد في استقرار، وهذا يعطينا صورة على العدوى 14 يوم التالي. هذه حاجة مهمة. الحاجة الأخرى هي عدد الناس اللي يدخلوا المستشفيات، اللي عددها مش برشا في تونس. والمنظومة الصحية كلها موفرة طاقاتها الكل لأجل الناس هذوما اللي حالتهم تستوجب باش يكونوا في المستشفيات. والعدد الثالث المهم برشا اللي نبنيه عليه التقييم تاعنا هو عدد الوفيات. اليوم عندنا 34 وفاة توجع، ولكن كي نقارنوها بالألاف المتألفة في بلدان قريبتنا نعرفوا الحجم نتاع الانعكاسات نتاع الوباء. هذا جاي نتيجة شنو؟ هذا جاي نتيجة قلت لك الاستراتيجية التونسية، مش معناها بمنطق شكار روحه، ولكن بالحق رانا في تونس عندنا كانت عندنا معناها مقاربة وقائية مبنية على معرفة. احنا عندنا الاوبسيرفاتوار المرصد الوطني للأمراض المتجددة اللي قاعد يخدم على روحه في وقت الوباء وخارج أوقات الوباء، ولكن زاد عندنا عباد يعني مشيت في الحجر الصحي، وان شاء الله يواصلوا. الا انه مش نقول راهو فما برشا عباد ما احترمتش لاسباب اجتماعيه ولا وعي، ولكن نقعدوا خايفين، وهذا نقولها كونه من انعكاسات اللي صار في قدام مكاتب البريد والمعتمديات في الاسبوع الفارط. هذاك مش تشوفوا انعكاساته بعد 14 يوم من الحادث. ان شاء الله اللي هي في اخر الاسبوع ده ان شاء الله تكون طفيفة، ولكن هي اللي تنجم تغير لنا التمشي متاعنا. معنى هذا يلزم الناس نواصلوا، الناس الكل نواصلوا في احترام الحجر الصحي الشامل، راهو هذاك اللي عندنا اليوم في بلادنا باش نتغلبوا ونحاصروا العدوى. كي نحاصروا العدوى نتلفاو هاك البيك الكبير اللي الناس كل تحكي عليه، ونتلفاو الهجمة متاع المرضى، سامحني معناها الدخول بصفة كبيرة للمستشفيات، ونقعد ونجريو حسب إمكانياتنا. راه اذا كان الصحه في علاقه بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في 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 الوقت العادي، راه في علاقه اقوى وامتن بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وقت الوباء. دونك احنا قاعدين نجري وحسب طاقاتنا، ما يلزمش الناس
تخرج من هالصورة هذه باش نقعد نجريو في الوباء، وإن شاء الله كان الأمور تستقر نجم نتعداو المرحلة أخرى. نعم دكتور بوجدارية، أنتم كرئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا، قسم الاستعجالي كيف يتعامل مع هذه الوضعية حاليا؟ قسم الاستعجالي كما كل الاقسام الاستعجاليه في المستشفيات الكبيره، هو عبد الرحمن مامي ما تعرف ولا ان اوبيتال كوفيد معناها مستشفى ولا نعم. مغلق، شو معناها مغلق؟ مش ما فيش خدمه، اما الاستعجالي نتاعو هبط ولا في مستشفى الماطري اللي هو قريب له في مدينه ريانا. ولكن انا نحكي لك على المستشفى هذا وعلى كل المستشفيات، لانه هذه مستشفيات تتبع استراتيجيه كامله لوزاره الصحه. كل مستشفى فيه القسم الاستعجالي نتاعو، فيه مسلك كوفيد ومسلك عادي للكوفيد. المريض اللي يتقدم للمستشفى تقع من لول فحصه بأسئلة وبيقيسوا له السخانة، وحسب السكور حسب الإجابات وحسب ما عنده يا يتحط في مسلك كوفيد ويمشي يشوف طبيب آخر في محطة أخرى ويعطيه الحماية بافيت وغيره، ومن غديك تقع التشخيص وتقع تشخيص الحالة وتشخيص الخطورة. مسلك غير كوفيد خاطر احنا ما عندناش كالكوفيد، عندنا السكر الطالع وعندنا الدم الطالع وعندنا القلب وعندنا الحوادث وغيره، وذاك يدخل في مسلك غير كوفيد نون كوفيد ويتلقى الإسعافات إن كان في قسم الاستعجالي ولا كان يتم نقله لقسم التصوير والأشعة وكذلك للأقسام الداخلية ولا القاعة العمليات ولا غيره. نعم الدكتور رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا رفيق بوجدارية، شكرا لك على هذه المعلومات ونشكر حضورك معنا في الاستوديو. بارك الله فيك.